السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الموضوع، الا وهو العقم عند الارانب. العقم عند الارانب لا بالنسبة للذكر لا بالنسبة للانثى. ونعطيكم بعض النقاط اللي خصكم تردوا بالكم منها، لا بالنسبة للمبتدئين او المحترفين. اول حاجة خصكم تردوا بالكم منها وهو التقدم في العمر. التقدم في العمر لا بالنسبة للانثى ولا الذكر، ملي كيفوتوا عامين راه النسبة ديال الخصوبة ديالهم كتقل. الأمر الثاني وهو الأمراض. كاين الأمراض اللي كتصيب الأرانب وكتأثر عليهم جنسيا، يعني كيكون إما الجرب، يقدر يكون عندهم واحد التهاب عقوبي اللي كيكون عندهم في الرجلين ديالهم، يعني ما كي حتى هو كيؤدي لهذه المسألة. وكاين أو ثاني التهاب الرئوي، حتى هو كيؤدي العقم. كاين عاوتاني القضيه ديال السمنه. السمنه كاين اللي كيتهلا في كيقول لك زعما الارانب ديالو خصو يكونوا مهلي فيهم، وهو راه خطا، ان لا بالنسبه للانثى ولا بالنسبه للذكر راه كيؤدي لهذا المشكل ديال العقم. كاين مساله اخرى وهي ملي كيكون عندكم ذكر واحد وكتكثروا العمليه ديال التلقيح، يعني ما خصوش يكون مع بزاف ديال النتوات، وما خصش عاوتاني يكون مثلا عندكم واحد الذكر وما تخ ما 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 تخليوش يلقح الانثى لواحد المده، حتى هذيك يعني الكثره ما مزياناش والقله ما مزياناش. وبالنسبه للحراره راه حتى هي كتؤدي لواحد العقم، ولكن كيكون مؤقت ما كيكونش بزاف. يعني علاش قلت لكم هنايا ما تحاولوش انكم تعشروا القنين ديالكم في هذه الفتره، لان كيكونوا هذه المشاكل ديال العقم المؤقت، هو ماشي عقم يعني عقم في خطره، ولكن كيكون عقم مؤقت. اذا هذه المعلومات حاولوا انكم تدونوها، وان شاء الله البدايه ديال الناس اللي غادي يعني المحترفين راهم تقريبا غادي يبداو يزوجوا الارانب ديالهم، باش ان شاء الله من هنايا واحد شهر ولا شهرين تكون الخلفات ان شاء الله، ويبدا الموسم الجديد ان شاء الله. اما في هذه الوقيته هذه انا راه كنصحكم انكم ما تزوجوش الارانب ديالكم، لانهم في هذه الوقيته كيكون عندهم خطر لا بالنسبة للأنثى ولا بالنسبة للذكر. بالنسبة للماكلة اللي كتعطيهم، الماكلة عادية ماشي مشكل، غير في الصيف حاولوا أنكم تعطيهم ثلاثة خطرات في النهار، يعني باش هاد الفترة الجاية إن شاء الله اللي غادي يبغيو يتزوجوا فيها يكونوا متأهبين أنهم يتزوجوا ويطرحوا خلفات إن شاء الله اللي تعم عليكم بالخير واليوم ان شاء الله. اذا النقاط راهم مفهومين، انا اللي بغيت نعطيكم العناوين ديالهم، وهي وهو الاسباب ديال العقم عند الانثى وعند الذكر عند الارانب. قلنا كاين الامراض، ما خصهمش يتصابوا بالامراض، الامراض الله يستر حنايا نقولوا ما كايناش امراض، ولكن كاين السمنه ما تعطيهمش بزاف ديال الماكله، وكاين كثرة العملية ديال التلقيح بالنسبة للذكر، أو القلة ديال العملية ديال التلقيح، خصو يكون داكشي متوازن. وكذلك الحرارة كتأدي لواحد العقم مؤقت، ما تقولوش بلي هذا الذكر لا ما بقاش كي يلقح، ولكن هذاك راه غير مؤقت. وبالنسبة للسن حتى هو خصكم تراقبوا السن، ماشي تقولوا بلي لا هذا القنية عندنا خاصها تبقى تولد يعني على طول العمر، ولكن راه منين كتبدا بالضبط في العامين الاولى صافي كتبدا النسبة ديال الخصوبة كتقل. اذا ردوا بالكم، حاولوا انكم تبدلوا لا 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 الخلفات، بيعوا هذوك الكبار اللي ما بقاوش كيعطيكم بزاف بزاف ديال الخلفات، بيعوهم وشريوا حاجة اخرى اللي تقدر تساعدكم. اذا الى عجبكم الفيديو ساندونا، تكيو على زر جيم وتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.